الآن في أحد النقاط المتقدمة من اتجاه الجنوبي الشرقي لبلدة عقارب التي دخلها تنظيم داعش من هذه الجهة. طبعا في عمق الكاميرا تلاحظون سواتر تنظيم داعش بعمق الصورة تماما. خلف هذه السواتر يوجد عدة قرى، منها أبو حبيلات و طبعا هذه القرى يسيطر عليها تنظيم داعش. تم رصد هذا التحرر والتعامل معه بقذيفة متفجرة من سلاح الدبابات. كحصيلة أولية تم قتل 4 مسلحين و12 جريح. إضافة للساعة 4:37 صباحا تم تسلل مجموعة من عصابة داعش إلى مدينة فؤاد زيدان. تم رصد هذا التحرك والتعامل معه بقذيفة وأرداء كافة مسلحين. أدواتكم هاي ما راح تفيد معنا، نحن متشبسين بأرضنا بوطننا والنصر قادم بإذن الله بهمة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. نحن عنا جدعان وعنا زلم وعنا أوادم ورئيسنا وحده وأرضنا لحالنا، ما لنا خايفين. أرادوا لهذه القرية الخراب، فكانت الشوكة المنيعة والقلعة الحصينة في عيونهم بهمة الجيش العربي السوري ودماء شهدائها. من قرية عقارب الصافية بريف حماه الشرقي للأخبارية السورية علي شحون.